نتكلم كده نستعرض احصائيات المباراه يا كابتن اسلام، هتلاقي ان النادي الاهلي تفوق في كل شيء. النادي الاهلي رغم قله عدد الايام، انا حابب استغرب جدا من يعني مش عارف برضه اقولها ازاي، من رده فعل كابتن ايمن، على الرغم من ان انا لما جيت اقرا التصريحات مش التصريحات اللي ما بعد المباراه، 61% استحواذ للنادي الاهلي، 39 لا الاحصائيه هتنزل لنا حطينا دلوقتي. الاحصائيه يا 61% لنادي الاهلي. بص يا كابتن اسلام، الاهلي اتفضل. 61% و39، يعني زي ما حضرتك بتقول كده المباراه. هو يعني انا قلت يمكن، انا ما بصيتش بصراحه على الاحصائيات، ولكن انا قلت يمكن الاحصائيات تكون في صالحه مثلا، ولا لان انا يعني مش عارف. لا لا كمل لا يا يا عم. كابتن اسلام، يعني هي هنقراها للجمهور. ايه الاستحواذ؟ 61% 39 لسيراميكا، الركلات الركنيه 4-1. نتكلم على المحاولات، بص عدد محاولات النادي الاهلي على المرمى 19 منهم 5 بين القائمين والعارضه، مقابل واحده اللي هي اخطر واحده لسيراميكا من 5 محاولات على المرمى. بص الاكس جي اللي احنا دايما بنتكلم عنه يا كابتن اسلام، اللي هو دايما هو ترجمه الاهداف المتوقعه، ترجمه الفرص والمحاولات بتاعتك شكلها كان عامل ازاي. النادي الاهلي من محاولاته وفرصه اللي صنعها كان من المفترض انه يسجل 4 اهداف. ثلاثة ماشي، سجلنا أقرب هدف. إلى الأربع أهداف. بالظبط. سيراميكا أقل من هدف، هي يعني حتى الفرصة اللي هي الكرة اللي في العارضة، لأن هي فرصة يعني من منطقة الجزاء بشكل معين، فحتى مش فرصة هدف 100%. بس هي 100% هدف. لا يعني هي في الإكس جي، في حسابات الإكس جي ما بيعتبرهاش هدف 100%. أوكي. بس يعني هنقول هدف للسيراميكا، 4 للنادي الأهلي، هي دي إجمال الفرص. نتكلم بعد كده حتى التمريرات الدقة هم 70% والنادي الأهلي قرب 79%، ولكن نتكلم على عدد فرق كبير جدا. الكرات الطولية اللي النادي الأهلي لعبها، ودي برضو كانت حاجة إيجابية النهاردة، إن أنت لما بتقرب من 50% كنسبة كرات طولية صحيحة ده بيبقى حاجة كويسة. النادي الأهلي الكرة الثانية أو الاستخلاص الكرة 103 مقابل 88 لسيراميكا. يمكن كابتن أيمن الرمادي بقاله فترة معسكر في الإمارات، كان بيعد فريقه بشكل هادي جدا للمباراة، ما عندوش أي ضغوط. هو كان أعتقد أن فكرته أو فلسفته أنه كان عايز يستنزف النادي الأهلي بدنيا، هو ده اللي كان واضح. لأن اللي كان هو طلع قال كابتن عادل، كابتن أيمن طلع قال أن الأهلي مش مجهد، عادي أن هو يلعب كل 3 أيام مباراة. هو ممكن عشان هو ما جربش يعني ان هو يلعب في الليفل ده، رغم ان انا بالامان انا على المستوى الشخصي اشدت بايمن كابتن ايمن رمادي كتير في وقت اسوان، لان هو مدرب مدرب مميز وراجل اكاديمي وليه اسمه في الامارات. لكن اقصد في المباراه النهارده انت حضرت لعبتك لسيناريو لم توفق فيه، انت كنت تعتمد على لعبه واحده او فكره ان انا ايه، النادي الاهلي هيبقى جاي من رحله السعوديه، ضغط مباريات كبير، اجهاد، انا هلعب الدفاع بتاعي والعب على التحولات الاربعه اللي قدام، زلكه ومحمد عادل ومحمد ابراهيم وقندوسي ومعاهم احمد ياسر، هم الناس دي اللي تاخد لما تاخد الكره تطلع تجري عشان استغل المساحات اللي خلف دفاع النادي الاهلي. ولكن اللي حصل ان النادي الاهلي ضغطه طول الشوط الاول بشكل قوي جدا، وحتى لما كان بيحاول يروح بالتحولات دي كان بيلاقي ياسر ومحمد عبد المنعم موجودين وبيحبطوا الامور دي، فهو ما قدرش ينفذ الفلسفه بتاعته في الشوط الاول. طيب. الشوط الثاني لما لعبت الاهلي شويه بدنيا قال له ابتدى ملامح لسيراميكا تظهر، ولكن في النهايه زي ما قلنا كده التوفيق لما انت بتشتغل كلنا بنشتغل، لكن هو التوفيق يعني زي ما نقول كده حالف النادي الاهلي في كره امام عاشور، لان النادي الاهلي قاتل لاخر كابتن ثانيه.